السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق مجال الربح من الأنترنت. اليوم إن شاء الله سوف نواصل في شرح تطبيق كليب كلابس. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم جميع إثباتات السحب الخاصة بي من هذا التطبيق على حسابي في الباي بال. لحد الآن قمت بسحب $150 من هذا التطبيق، وصلتني $137 وما زالت $15 لم تصلني بعد إلى حسابي. إذن كل هذه الأمور سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو إن شاء الله. سوف أتحدث عن طرق الربح من هذا التطبيق وما هي أحسنها للحصول على ربح جيد في هذا التطبيق. إذن قبل ما نبدأ في شرح هذا الفيديو، لا تنسوا الإشتراك في هذه القناة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف تظهر لهذه القناة إن شاء الله. إذن أول شيء بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون هذا التطبيق، هذا التطبيق تقوم بتحميله من متجر بلاي ستور كما تلاحظون. تدخل إلى متجر بلاي ستور هكذا وتضع في كلمة، هنا في البحث تضع كلمة كليب كلابس هكذا، كليب كلابس يظهر لك التطبيق كما تلاحظون. هذا هو التطبيق تقوم بتحميله من هذا المتجر، أو تدخل في صندوق الوصف سوف أترك لك رابط تحميل هذا التطبيق، رابط المباشر لتحميل هذا التطبيق. إذا بعد تحميل هذا التطبيق تتسجل فيه سواء عن طريق الجيميل أو الفيسبوك. بعد التسجيل تدخل إلى التطبيق هكذا، هذه هي واجهة التطبيق كما تلاحظون. إذا الربح من هذا التطبيق، هناك ثلاث طرق للربح من التطبيق. الطريقة الأولى وهي عن طريق مشاهدة الفيديوهات، الطريقة الثانية وهي عن طريق مشاركة الكود الخاص بك، والطريقة الثالثة عن طريق هذه الخانة كما تلاحظون، تدوير العجلة أو السبين. إذا كل هذه الأمور سوف نتحدث عليها في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا بعد مباشرة تحميل هذا التطبيق سوف أترك لك كود الخاص بي. عند إدخال هذا الكود تتحصل على $1 تستطيع سحبها مباشرة على حساب الباي بال. أول سحب، الحد الأدنى للسحب يكون 10 سنت، ثم يصبح $3، بعد ذلك يصبح 6، وبعد ذلك يصبح $10. إذا كيفية إدخال الكود؟ أول شيء تذهب إلى هذه الأيقونة تضغط عليها هذه، ثم تذهب هنا فوق في كلمة ريديم تضغط عليها، وتقوم هنا بإدخال هذا الكود 5AEWVGQ81، ثم تضغط هنا على كلمة ريديم. إذا مباشرة بعد إدخال الكود تتحصل هنا على $1 تستطيع سحبها على الباي بال. إذا الكثير يتساءل كيف أربح من هذا التطبيق. تستطيع الربح الطريقة الأولى وهي مشاهدة الفيديوهات، تضغط هنا على هذه الأيقونة كما تلاحظون، فيديو هكذا، يظهر لك مجموعة من الفيديوهات كما تلاحظون، وهنا شريط يبدأ في التحرك. وعند الوصول إلى هذا الصندوق يتم إضافة الصندوق هنا، نعود إلى نضغط هنا، يظهر الصناديق هنا هكذا في هذه الخانة كذلك الثانية، والخانة هنا خانة كذلك ثالثة هنا. إذا بعد الضغط على هذه الأيقونة الخاصة بالفيديوهات تترك الفيديو يمشي، والشريط كما تلاحظون يتم تحريك هذا الشريط إلى أن يصل إلى هذا الصندوق. إذا ننتظر 5 ثواني، كما تلاحظون لقد تحصلت على صندوق يظهر لك هنا. عندما تدخل إلى هذه الخانة هكذا، هنا هكذا، تجد أن الصندوق لقد ظهر في هذه الخانة، وتقوم بتجميع هذه الصناديق. تفتح هذه الصناديق عادي، تضغط عليها هكذا، تحصل هنا على قطع ذهبية. إذا هذه القطع الذهبية يتم إضافتها هنا. إذا بعد مشاهدة الفيديوهات تترك الفيديو يمشي، تقوم بتحريك هكذا لتشاهد جميع الفيديوهات هكذا، جميع الفيديوهات، وتقوم بتجميع هنا الصناديق. هذه الصناديق تظهر هنا، بفتحها تتحصل على قطع ذهبية، وتحصل كذلك على بطاقات. هناك 3 أنواع من الصناديق، صناديق من نوع الخشب هكذا، صناديق من نوع النحاس، وكذلك صناديق من نوع أو صناديق الذهبية. إذا بفتحك للصناديق تتحصل على قطع نقدية، تستطيع فيما بعد تحويلها إلى دولارات، وتتحصل كذلك هنا على بطاقات. إذا هذه البطاقة تستطيع
ربح حتى $10، هذه البطاقة تستطيع ربح حتى $1، وهكذا باقي البطاقات. إذا هذه الطريقة الأولى، لكن سوف أكون صريح معكم، هذه الطريقة لن تربح بها الكثير من التطبيق، على أقدر تقدير تربح 5 أو 6 سنت في اليوم. إذا هناك الكثير من الفيديوهات على قناة اليوتيوب يضعون الفيديو ويقولون لك بأن هناك تطبيق تستطيع بواسطة هذا التطبيق مشاهدة الفيديوهات بدون البقاء مقابل الهاتف. إذا كل هذه الفيديوهات صراحة هي عبارة عن فيديوهات تقوم بتغليظك. إذا هذه الطريقة لن تربح بها الكثير من المال، حتى ولو تركت جهاز الهاتف مفتوح مدة 24 ساعة وتقوم بمشاهدة الفيديوهات، لن تتحصل على أكثر من 20 أو 30 صندوق هنا، وبفتحك جميع الصناديق سوف تتحصل على أكثر تقدير 5 سنت. إذا طريقة غير مجدية للربح من هذا التطبيق. الطريقة الثانية والثالثة هي الخاصة بالربح الجيد من هذا التطبيق. الطريقة الثانية وهي عن طريق مشاركة الكود الخاص بك. إذا تقوم بمشاركة الكود الخاص بك سواء مع الأصدقاء الخاصين بك أو عن طريق الجروبات الفيسبوك، أو إن كان لديك قناة يوتيوب تستطيع شرح التطبيق وتضع الكود الخاص بك. إذا كل شخص يقوم بإدخال الكود الخاص بك يتحصل هو على $1، وأنت تحصل على صندوق هنا. هذه الخانة هي الخاصة بالصناديق التي تحصل عليها من دعوة الأصدقاء، هذه الصناديق هي المربحة. إذا كيفية الحصول على الكود الخاص بك، سوف أترك لك فيديو لقد وضعته من قبل شرحت فيه كيفية الحصول على الكود الخاص بك من هذا التطبيق. إذا بعد دعوة الأصدقاء وبعدما يقوم أي شخص بإدخال الكود الخاص بك، تظهر لك هنا كما تلاحظون الأشخاص الذين قاموا بإدخال الكود الخاص بك. وكلما كان لديك أشخاص كثر قد أدخلوا الكود الخاص بك، الموقع يبدأ يعطيك كل يوم هدايا. كما تلاحظون مثلا هنا لدي 227 صندوق، هذه الصندوق سوف أقوم بتحويلها إلى هنا، سوف أريكم كيف أقوم بذلك. لكن هذه 227 ليست خاصة بالأشخاص الذين أدخلوا الكود الخاص به. ممكن من هذه 227 ممكن 40 أو 50 شخص قد أدخل الكود الخاص بي، والباقي عبارة عن هدايا من الموقع. سوف أريكم كل هذا بالإثبات. نضغط على هذه الأيقونة كما تلاحظون هكذا، ثم نضغط على نوتيفيكاسيون هكذا كما تلاحظون، ثم أضغط على هذه الأيقونة فوق كما تلاحظون. مثلا هذه الخانة أو هذا الصندوق عبارة عن هدية مكتوب فيها Your friend love our application. كما تلاحظون هذا الشخص قد تسجل، أشكره على إدخال الكود الخاص بي. هنا كما تلاحظون هدية، تقريبا في كل شخص يتسجل تتحصل على هديتين. مثلا هذا الشخص عندما أدخل الكود الخاص بي تحصلت هنا على هدية وهنا على هدية. نذهب مثلا هنا كما تلاحظون، مثلا هذا الشخص قد تسجل في أدخل الكود الخاص بي، هنا كما تلاحظون قد تحصلت على هدية، وهناك هنا كما تلاحظون هذه كلها هدايا، وهذه خاصة بالأشخاص الذين تسجلوا من الكود الخاص به. إذا تقوم بتجميع هذه الصناديق، تضغط هنا على هذه الأيقونة كليم هكذا، تقوم بتجميع 20 صندوق هكذا. هذه 20 صندوق تظهر لك هنا، سوف أعود أضغط عليها، تظهر لك هنا وتظهر في هذه الخانة. إذن قمت بتجميع 20 صندوق وما زال بقي لدي 200 صندوق. أستطيع مثلا العودة إلى هذه الأيقونة هكذا، ثم هنا هكذا، وأقوم بتجميع 20 أخرى هكذا كما تلاحظون. أضغط هنا كما تلاحظون، ثم أعود بالضغط على هذه الأيقونة هكذا، ثم أضغط هنا على هذه الأيقونة كما تلاحظون لدي 40. وأعيد هذه الكرة حتى أقوم بتحويل 222 صندوق الذي كان هنا إلى هذه
الخانة. إذن بعد ذلك تقوم بفتح هذه الصناديق. سوف أقوم بفتح صندوق واحد حتى لا أطيل في الفيديو، مثلا هكذا. تظهر هكذا. كما تلاحظون قد تحصلت مباشرة على بطاقات، بطاقة من فئة 10 دولار، بطاقة من فئة 10 دولار، بطاقة من فئة 10 دولار، تقريبا 5 بطاقات من فئة 10 دولار وبطاقة من فئة الأمازون. إذن سوف أعود، يتم إضافة هذه البطاقات، يتم إضافة البطاقات كما تلاحظون في هذه الخانة. إذن لقد وضحت من قبل فيديو، قد قمت بفتح حوالي 352 صندوق. هذه 352 صندوق استطعت ربح منها 39 أو 40 دولار، وقمت بسحب مباشرة هذه 40 دولار وتوصلت بهذا السحب في الحساب الخاص بي. سوف أريكم إثبات السحب. أضغط هنا على هذه الأيقونة هكذا، ثم أضغط على هذه الأيقونة هكذا. هنا مجموع السحوبات كما تلاحظون، سحب من الموقع لحد الآن 137.35 دولار. هذه جميع السحوبات كما تلاحظون، وهذا السحب خاص ب 40 دولار. قمت بوضع فيديو وأريتكم فتح جميع الصناديق وتحصلت على 40 دولار وتوصلت بالمبلغ عادي. كم المدة التي تلزمك للوصول إلى هذا المبلغ؟ عندما تقوم بطلب مبلغ 10 دولار تقريبا على أكثر تقدير يصلك المبلغ في يوم. مثلا ندخل إلى هذه 10 دولار كما تلاحظون، طلبتها في يوم 19، تحصلت عليها في يوم 19، معنا في نفس اليوم تقريبا 10 دولار تتوصل فيها في نفس الوقت أو أكثر تقدير تتوصلها بعد يوم واحد. كما هنا كما تلاحظون، طلبت على الساعة 7 صباحا يوم 18، تحصلت عليها بعد 4 ساعات 10 دولار. عندما يكون المبلغ أكثر من 10 دولار هذا يستغرق وقت، ممكن يستغرق 7 أيام أو أكثر. إذن نعود لنواصل هذا الفيديو. الطريقة الثالثة للربح من هذا التطبيق وهي استغلال هذه الخانة الخاصة بالعجلات. كما تلاحظون لدي 64 دورة لهذه العجلة. ندخل هنا إلى هذا الصندوق لنرى كيفية الربح. كما تلاحظون لديك عجلة كبيرة تستطيع ربح منها حتى 3 دولار كما تلاحظون، وهناك عجلة صغيرة تستطيع ربح فيها حتى 10 سنت كما تلاحظ. أين هي 10 سنت كما تلاحظ؟ ها هي 10 سنت. إذن هذه العجلة تعطيك تقريبا دورة كل 5 ساعات، وهذه العجلة الكبيرة تعطيك دورة كل 7 أيام. إذن كيف تقوم بربح من هذه العجلات؟ يجب الحصول على دورات إضافية. كما أريتكم لدي تقريبا 13 دورة للعجلة الكبيرة و 51 دورة للعجلة الصغيرة. كيف تحصلت على هذه الدورات؟ بمشاركة رابط الإحالة الخاصة بك. إذن كيفية مشاركة رابط الإحالة؟ لقد وضحت فيديو من قبل شرحت ذلك. سوف أترك لكم كذلك رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف. كما تلاحظون الأرباح من هذه العجلة، تقريبا ربحت 20 دولار فقط من هذه العجلة. إذن الشيء الذي أنصحك بالنسبة لهذه الخانة، يجب عليك تدوير هذه العجلة عندما يكون لديك المبلغ أقل من 3 دولار. عندما يكون لديك مبلغ أقل من 3 دولار تقريبا تدوير العجلة يعطيك على الأقل 0.5 دولار، قد تتحصل على 2 دولار كذلك من تدوير هذه العجلة. لكن عندما يكون لديك مبلغ كبير هنا تقريبا 5 أو 6 دولار، في العجلة تعطيك في غالب الأحيان تعطيك 1 سنت. إذن إذا رأيت أن لديك مبلغ هنا كبير مثلا 7 دولار، أترك هذه الدورات حتى تقوم بالسحب وقم بتدوير هذه العجلة، لأن الدورات تبقى هنا لن تذهب مع الوقت. إذن هذه خلاصة هذا التطبيق. الربح من هذا التطبيق كما قلت لكم وهو مشاركة الكود الخاص بكم. تستطيع مشاركة هذا الكود سواء أصدقائك، سواء عن طريق الجروبات الخاصة بالفيسبوك، الجروبات الخاصة بالربح من الانترنت. تخيل بأنك قمت وضع منشور مثلا شرحت فيه هذا التطبيق، تطبيق رائع للربح من الانترنت، تستطيع السحب حتى 10 دولار في أيام معدودة، وتضع رابط الكود
تضع رابط الإحالة وكذلك تضع الكود الخاص بك وتقول بإدخال هذا الكود تتحصل على $1. تخيل بأنك قمت بوضع هذا المنشور في 10 الجروبات، كل جروب تتحصل على إحالتين، معناه في يوم ممكن تحصل على 20 إحالة. بعد مدة 5 أيام 6 أيام قد يكون لديك 60 أو 70 إحالة، والموقع كما قلت لكم مقابل كل إحالة يعطيك صناديق مجانية، ممكن مقابل 60 إحالة تتحصل على ممكن 100 صندوق، المجموع يصبح 160 صندوق، وبذلك تستطيع سحب أكثر من $10، ممكن $15 من هذا التطبيق. إذن الطريقة الأخرى وهي عن طريق هذه القناة الخاصة بتطوير العجلة، كذلك من خلال مشاركة رابط الإحالة الخاصة بك. إذن سوف أضع لكم في صندوق الوصف الكود الخاص بي إن أردتم إدخال هذا الكود. الشيء الثاني، سوف أضع لكم الفيديو الذي قمت بفتح فيه 352 صندوق وعلى بحث فيه 39 عفوا 40 دولار، وأريتكم إثبات سحب $40 وقد وصلتني عادي إلى حسابي في الباي بال. وسوف أترك لكم كذلك رابط الفيديو الخاص بكيفية مشاركة رابط الإحالة الخاص بك في هذه الخانة للحصول على دورات مجانية من هذه الخانة. إذن كان هذا تقريبا جل ما أردت قوله في هذا التطبيق. الشيء الذي أؤكد فيه بأن مشاهدة الفيديوهات لوحدها لن تربح شيء، سوف تربح على أكثر تقدير تربح 5 سنت، لن تربح أكثر من 5 سنت. لذا لا أنصحك بالاعتماد على مشاهدة الفيديوهات، وعليك ترك الفيديوهات التي تقوم بتغريض الناس وتقوم بوضع تطبيق لمساعدتك على مشاهدة الفيديوهات، أو كذلك بعض الفيديوهات رأيتها على قنوات اليوتيوب تقوم بتحكي عن بعض الثغرات في هذا التطبيق، مثلا استنساخ هذا التطبيق. كل هذه الأمور لن تربح منها شيء. إن أردت الربح من هذا التطبيق والربح يصلك 100% في حسابك في الباي بال، عليك أن تتخذ الطرق الصحيحة والطرق بدون غش. أول شيء تشارك رابط أو الكود الخاص بك، وكذلك تشارك رابط الإحالة، هذين الطريقتين الوحيدتين التي تستطيع الربح منهما من هذا التطبيق. إذن أعطيك طريقة أخرى، تستطيع وضع الكود الخاص بك في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو. لن أمسح هذه التعليقات إلا بعض الأشخاص الذين يضعون تعليق في الفيديو ويضعون الكود ويقولون بأن هذا الكود يعطي $5 أو $10، هذو الأشخاص سوف أقوم بمسح التعليق الخاص بهم. إذن ممكن أن تضع تعليق في هذا الفيديو، تضع مثلا الكود الخاص بك وتقول بأن هذا الكود يعطيك $1، سوف أتركها، ممكن تجلب بعض الإحالات الخاصة بك. إذن بهذه الطريقة نكون قد أنهينا فيديو اليوم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.